بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ الفضيل أيضاً يوم الشيخ الشيخي من ميهي معلم على هاتف هذه هم طايت الله قادر أيضاً. أنت كذب شاركو نصوص بدن القرآن وإطلاق إساس وأرورتين شارك الله سبحانه وتعالى والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب إلهي سبحانه وتعالى مركو التلمام يا إلهي كالقين لعابد ووالدك الله إحسان فلا صلى الله عليه وسلم يا له تدكين له السماء فلي وحال غدرين ويهي جارك كيس يدو يا كيس الدروكسر مدول بين الله صوفا مركا ما شقاد الشارع كقول النغض أما قريق الشارع كقول النغض ما يشو الدورة الشارع كقول النغض الشارع كإن له دادال حنين وذكرنا حديث في الصحيحين كقول يا له النبي قولي عليه الصلاة والسلام جبريل كما الزولين إنه يغلط دار دار ما شهر كارن كيس إلى يعني سلور ملوا بالله سلاح لي دونا أوى شهر أردن أحاديث بدن بان النبي سكنا تود جار كور رمسة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاري صحيح مسلم كقول يا له أما خير الجيران عند الله خيرهم لجاري أدب المفرد شيخ الألباني الصحيحي أما من سعادة المرء الجار الصالح بنبي كت المامي أدب المفرد شيخ الألباني الصحيح كت المامي نصوص طوات رب ضمت الجار كور رميسة سعى موغور رميسة مركا اعتماده جارك قالك وحق لي حقوق إن الله ظلمين أف يا أدن يا عرب يا إل يا مال يا مدنا بلغ ظلمين وهو حق لي يا هي وحيا بدن الدين تاي كور رمش ما دام وقت يقول يري وحتى المام يدوره حسن الجار كما جار وناك سنيده وحكم ده كو وحوينا هاي سواء الدين ندقار سيسو و ده يهودي للدقال لما يهي مركا دقال كوسع ده يبو نبي حكيري دقال كي خيبر مركو علي عيدا مدى مدى حقا دقاي لن يهدي الله بك رجلا واحدا هل قف تتكو نبي كلا دردار ما يهو يهودي محاربة يهودي للا دقال لنسان ايو نبي حليه هل مدين ألا كو حنونيو ايو حيكا خير بدانتهاي قال عصعص تي يهودي كقولا شار كان كولا دجال لما الحال كيس مركان محن غنية. دي يهودي كي دجال لما يعين كلا ليه كان شار كاجا حال كيس محن غنية. وحلينا أصليا قفك مسلم كاه وقفك سي خير كقيبنا يا. وحوجاركو أدو السماين كرتا إن الصدقة سيسو. أدو فقيري. ما هي الزكاة دي؟ الزكاة دا مسلم كون بالله سيئة لكن صدقة دا مطلقة والله سينكرة وإليه وكا قرآن كنت الماما يا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأصيرا تتكي وناك سلامك إلا تلمامي وحلا يلي عنا السيانة ويقوديا يا الله قودنا يا يقول عنا دا ولبا تشعل وحان آدو قوين سقوة أي واحد سين أيام بالليلي ويطعمون الطعام على حبه مسكين يا يتيم يا أصير بالليلي أصير كأيادو كبر رمي سواء محي وقال محارب الله صغب طيدي ما ها أصير مسلم ما مرسيجو جي مجرو ونبي عليه الصلاة والسلام سيدان دايما قددك انت اللي قبطو حبسك الله لقى حبسك قددك كل حدي شري مجرو أصير كالقبر رمي وحويان قال دقال لسك قهر يمي ودبتنا لغا إطالبطي ولغبطي هدي قال محارب وأصير نقضي إن طعام كيلا سين إلهي قرآن كوشيبي شار كاغا قال كا طعام كيسوا كا وليسي مركات مدام حق جار نمن اللي هي صدق مركا وكبا حسابين اللي هي إن وانا كي قرآن كإلهي كنت المامي سبحانه وتعالى أسماء بنت أبي بكر مركي هو يدي دو مشركتي بعد الصلح الحديبية يتمي إلهي وكور رمي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلهي لا يدين كمن ريبي
kuwa aan diinta idinkula diririn guryihiinana idinka saarin an tabaruhum watuqsituu ilayhim in allaha yuxibu lmuqsitiin, inaad u samafashaan oo aad xidhiidhiso. Nebiguna markay u sheegtay xidhiidhi buu ku yidhi, afaasiluha markay weydiisay su-aasha ah nebigu calayhi salaatu wasalaam xidhiidhi buu yidhi. Idan jaarku diin waa loo sheegayaa, sadaqo iyo hadiyad iyo wax wanaagsan waa la siinayaa, mucaamilada caamka waa lala yeelanayaa. Waxay noognay nebi maxamed baynuu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam isagoo diriciisii dagaalku uu marhuun yahay cinda yahuudiyi. Idan hadduu jaar noqdana fahuwa awla, mucaamalada ama tijaariga ama wax laysweydaarsanayo waa lala yeelanayaa. Jaarnimadu waxay leedahay bayn leenahay markaa inaad jaarkaaga carabkaaga ku dhibin oo maagin oo wax ka sheegin, waxay leedahay inaad isha ku dhibin. Ishu dee jaarka lama khaawiso, khaawisaada soo mataqaanay, isagoo aan ku arkaynin inaad hablahooda ama guriga dadka jooga ama waxaasi aad meelaha ka egeegto. Laa yajuusu sharca, waxaa ka mid a inaan la dhegadhegaynin, inaad dhigta u dhigin. Waxaa ka mid a nebigu calayhi salaatu wasalaam dunuubta waaweyn waa kii ku tilmaamayay, an tazniya bixaliila tijaarik, jaarkaaga inaad ka zinaysato. Waxaa ka mid a inaan gacan lagu dhibin. Idan dhulmi dhammaantii oo dhan inaan jaarka loola imanin baa muhiima. Waxaa ka mid a wixii cawradiisa in la asturo. Waxaan leenahay markaa xuquuqda waxyaabaha isbesifiga ah ee shareecadu ay reebtay qofka gaalka in loola yimaado unbaa hadhaya. Maalan sidii salaantii oo kale inaad kaga horrayni, salaantu waa tii assalaamu calaykum ahaa tan farajiga, laakiin umalayn waaya inay dhib leedahay morning iyo kuwaa sidee salaan leed maahe iska warrabadu ma filaya inay mashaakil ku jiro, laakiin waa salaantii islaamiga ahayd ee assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Jaarku wuxuu xaq leeyahay haddii mayduu ka dhinto inaad tacziyeyso, laakiin tacziida lama socoto. Intii aad qofka muslimka ku odhan jirtay ahaa maydkiina allah u naxariisto iyo dembigiisa allah dhaafo, taasi lama socoto. Laakiin adiga sabir ha lagu siiyo iyo khulfi ha lagaa siiyo iyo wanaag ha la helo, dhib maaha. Jaarkaaga waad u ducayn kartaa, laakiin hidaayo iyo waxyaabaha dunawiga haddaad ugu ducayso dhibi kuma jirto. Oo nebigu calayhi salaatu wasalaam abu hurayra hooyadii dee oo mushrikada waa kii u ducaynaya laa ilaahu hanuuni, ama reer doos oo dhanba markay diinta soo geli waayeen qabiiladaasi, ee loo yimee la yidhi nimankaas waa niman dhib badane, waxaanu rabnaa in aad habaarto. Nebigu calayhi salaatu wasalaam ma habaarin, allahuma hdi dawsan waatinii bihim buu yidhi. ilaahu reer dows hanuuni oo ii keen. Marka waxaan leenahay dacwo aad faafisana cidda ugu xaq mudan leh ee waa jaarka iyo dadka kan. Booyasadiina diinta ma u sheegtaan idigu, mise waa ku shaqaysataan? Booyasada waxaa la yidhahdaa tan gurigeeda ka shaqaysa maxaa tidhahdaa? Antiig waa sawaaxili miya, waa kelmad cusub aan bartay sawaaxiliga, dhowr eray baan aqaanaa imika. Okay, antiigaasi miyaa adeegsataa mise wax kale u sheegtaa? Iyaa waxay ahayd inaad diin u sheegtaan, adeeg qura maaha. Nebigu calayhi salaatu wasalaam ilmihii yaraayee yahuudiga ahayee u shaqaynayay muxuu ka yeelay markii la yidhi wuu xanuunsanaya, inuu u tago oo diin uu u sheego oo waa bihi yidhahdo aatic abulqaasim aw dabatana islaamnimo ku dhinto, oo uu nebigu ilaahay ku mahadiyo inuu ilaahay kaa naar ka badbaadiyey. Idan waxaan ku soo koobayaa maadaama wakhtiga wadaadku xadiday yar yahay, nusuusta caamka ah ee jaarka warramaysoo dhan waxyaabaha yar ee nusuusta sharciga reebtay mooyaane jaarku uu soo gelayaa, sawaan kaana kaafiran aw musliman, midku doonaba ha ahaadee, xuquuqdaasi dheeraadka ee gaalka kaa fogna aanu lahaynna wuu kugu leeyahay. Ee xusnul jawaar dhammaantii waxaan ku gabagabaynayaa waxaad safiir ka tahay dadka muslimiinta ah, dadku qalbigaaga waxa ku jira ma oga, laakiin dhaqankaaga ama ku islaamayaan ama ku didayaan. Dadka saad ula dhaqanto
ayama islaamnimada ku soo jiidaysa ama didinaysa. Idan jaarkaaga haddii aanad dhibin, nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi jannada ma galo qofka aanu ka nabadgelin jaarkiisa bawaaqdiisa, xadiidkii Muslim. Qofka aan wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min, xadiidkii kale Bukhaari. Waa keebay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisii uu kaasi jabiye, waa ka aanu jaarkiisu dhibtiisa ka nabadgelin buu yidhi. Idan waxaan leenahay jaar ama gaalahaada ama muslimahaada dhibtaada horta waynu ka nabadgalaa. Wadulmu nnaas ma banaana, khaaliqi nnaasa bikhuluqin xasana, halkan bay noo taallaa. Hadduu jaarnimo markaa helayna, xuquuqdii jaarnimada ee dheeraadka ahaa ee uu samafalka ahaa buu leeyahay. Waqtigiina malaa 3 sekad maan dhaafay, halkaa ku joojiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullah.